السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو غادي نكتشفوا مع بعضنا دواء فلاجيل 500 ميلي غرام. إن شاء الله تعالى غادي نشرحوا واحد الشرح مبسط وشامل اللي غيخلي كل شيء يفهم بدون استثناء إن شاء الله تعالى، باش تعم الفائدة. أولا نبدأ على بركة الله. شنو هو دواء فلاجيل؟ دواء فلاجيل هو مضاد حيوي مضاد للبكتيريات والطفيليات. فبزاف ديال الحالات كيتوصف هذا الدواء، ملي كتاكل شي ماكله مسمومه كيجيك اسهال مفاجئ، كيكون عندك شي مشكل بالنسبه للمضادات الحيويه للبكتيريا الطفيليات، هادو هما الحالات اللي كيتوصف فيهم فلاجيل. وللاشاره راه ممكن ناخذوه بدون وصفه طبيه، غير نراعيو الجرعه اللي غادي نوصيكم بها ان شاء الله تعالى. وهو كيتخذ قبل الاكل 3 مرات في اليوم بالنسبه للبالغين. نرجعو يا سيدي. يجب تفادي تناول المشروبات الكحوليه خلال العلاج، حيت كيسبب بعض التفاعلات. ونتمنوا من الله تعالى بنادم كاع يحيد عليه هذوك الكحوليات في مره، حيت ما خدامين حتى شي حاجه. نرجعو للموضوع ديالنا. بالنسبه في وقت الحمل والرضاعه، ضروري ما نستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء، ضروري ومؤكد. واش كيكون عنده تاثيرات بالنسبه للسائقي الشاحنات؟ ايه نعم، كيكون تاثيرات عليه. ينصح استعماله في شي وقيته ما كنسوقوش فيها، حيت كيسبب الدوار، الارتباك، الهلوسه واشياء من هذا القبيل. كيفاش نستعملوا فلاجيل 500 ميلي غرام؟ هذا الدواء خاص بالبالغين والاطفال ابتداء من 6 سنين. كيختلفوا على حسب الجرعات. مثلا بالنسبه للبالغين ممكن ياكلوا من 1.5 حتى 2، وبالنسبه للاطفال ممكن ياخذوا من 4 حتى 1. هذا الشيء بالنسبه لليوم. وكيتخذ على طريق الفم، ونتناول الاقراص بالماء. هذا هو. لكن ما هي التاثيرات الغير مرغوب فيها؟ شنو هما التاثيرات اللي غير مرغوب فيها باش نعرفوا هذه الدواء راه ما جاش معانا؟ يقدر يسبب لنا الام في المعده، غثيان، قيء، التهاب اللسان مع الشعور بجفاف في الفم والتهاب الفم. بالنسبه للثمن ديال هذا الدواء، هذا راه كيدير، اسمحوا لي، كيدير 49.80 درهم، قلت تقريبا 50 درهم. وكما قلنا راه كيتخذ بدون وصفه طبيه مع مراعاة الجرعة اللي وصيناكم بها، اللي هي 3 قبل الأكل. بالنسبة للبالغين كيتخذ قبل الأكل. ونتمنوا من الله تعالى اللي عنده شي استفسار ولا شي حاجة راه مرحبا به نجاوبوه في التعليقات، والله يجيب الشفاء للجميع. نهاركم مبروك، تبارك الله عليكم.